بالدار البيضاء قدمت فرقة المسيرة الخضراء المكونة من 7 طائرات عرضا جويا في إطار الاحتفالات التي تحتضنها المدينة بمناسبة الذكرى 14 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين. الفرقة التابعة للقوات المسلحة الجوية قدمت عروضا مختلفة دامت لحوالي 20 دقيقة ونالت إعجاب وشغف الجمهور الحاضر. هاد السنة جينا إكسبري باش نشوفوا هاد الشيء، مناسبة زوينة وتنتمنى للشعب المغربي إن شاء الله التقدم. هو تيفرح وتيبين بأن القدرة ديال البيلوت المغربي أنه يقدم هاد العروض الشيقة. الناس ديال الدار البيضاء كلهم فرحانين باختيار صاحب الجلالة أن الاحتفالات تكون بالدار البيضاء. أنا فرحانة بزاف وداك الشيء عجبني بزاف. فلما كانوا فرحانين بأنه يجيو يشوفوا هاد الشيء ديال العرض ديال الطيران اللي كانت بحقيقة متميز. سكان مدينة الدار البيضاء كلهم فرحانين بهذه الزيارة الميمونة ديال صاحب الجلالة. عرض جوي يدخل في إطار احتفالات العاصمة الاقتصادية ومعها كل مدن وأقاليم المملكة بذكرى عيد العرش المجيد، ذكرى يتشاطر البيضاويون دلالتها وعمقها الكبيرين وسط أجواء من الفرح والسرور. احنا فرحانين بالمناسبة ديال عيد العرش ديال صاحب الجلالة الله ينصره، والشعب المغربي كله فرحان. كنهني صاحب الجلالة على هذه المناسبة السعيدة، وكنهني كافة الشعب المغربي. بالنسبة للدار البيضاء بهذه المناسبة هذه تكسات واحد الحلة جديدة، وجميع الساكنة ديال الدار البيضاء والساكنة ديال المغرب كلها محتفلة بهذا اليوم هذا اللي تنباركوا ليه لسيدنا الله ينصره. الناس ديال كازا كلهم ان شاء الله فرحانين بقدوم جلالة الملك اللي احتفل معنا هنايا، وكنوجهوا ليه التحية ديالنا وكنقولوا ليه راه عاش الملك. طيار فرقة المسيرة الخضراء قدموا عروضا جوية باحترافية عالية قبالة شواطئ المدينة، تجاوب معها المواطنون البيضاويون بعضها على ارتفاع 6000 متر. الفرقة سبق لها الفوز بعدة بطولات عالمية للطيران الاستعراضي، واليوم تشارك بهذا العرض في إطار احتفالات البيضاويين بالذكرى الغالية ذكرى عيد العرش المجيد.